عملت ايه؟ انت بوظت الباب. هو انا المفروض انشن على البتاع المدوره دي؟ طبعا. طب ما تزعقش كده. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها ايه رأيك ادب السيف ده في زورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوانه، ما عنديش مشكله. واصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. انت بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا! صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى، ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجو ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرفه اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع العب. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجه دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكورة على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. دي قلتي انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا السلو وايت؟ عنديش. طب هات هدوم هات هدوم هات هدومي ونضارتي هتشوف ايه. مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطرع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيك.
كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحك. عمر، ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك، يعني انا اسف. انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا؟ للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص، يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي. يا شيخ اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها. يعني ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا. وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ احول هتحضر ماجستير في عالم المخدرات؟ انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من اسمي؟ ده انت كده، وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحية الطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا معافيه. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني يا عم سالم. انت جاي مضروب وخلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري. انا اجري مش عاوزه. انا عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفته بينط من بلكونة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفته بعينيا. انا مشيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجة. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه ايه ايه؟ في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مين ده؟ شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. Thank you.
رامي. انا الحقيقه انا ما كنتش عايز اطلع، بس هم الجماعه تحت مصرين ان انا اطلع. قلت اشوفك جايز محتاج حاجه ولا بتاع. رامي اوعى على اسمك، اوعى تتحرك. سبحان الله، ده انا واقف بقالي ساعه بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. ما انا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده، اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي، سيب لي عنوان البيت يعني، وما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاك يا قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شكله جرام بروبلام كاسكليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول اكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لارا؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشه. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس ايه في ده، كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اطلب كمان، قفلهم لباكو. اطلب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي كده. خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط. يلا يا اخويا. يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه من هذا خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت من الحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه. ده واجبي، ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه امال ابوك فين؟ ان شاء الله عنده شلل اطفال. لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا، بحبك.